سعيد دومه يوصل الشغل متاخر الصبح، مو بالضروري يا سعيد تجلس تحت الشاور ساعتين. حسب الاحصاءات معدل فتره استحمام كل شخص هو 8 دقائق، يستهلك فيها 80 لتر ماي، لكن سعيد ياخذ له ساعتين ونهر الامازون ومخلي الماي يفور. انت في الشاور مو في السونا يا سعيد. كطبيب جلديه انصحك باستعمال الماي الدافئ وتخلي الحراره اقل من 43 درجه لحمايه البشره والشعر، والمفروض السبوح ما يزيد عن الخمس دقائق. كثره الماي بالاخص اذا كان حار يجفف البشره والشعر وينزع منهم الزيوت الاساسيه والبكتيريا المفيده اللي تساعد في مناعه الجسم، وممكن يصير تحسس في البشره بشكل اكزيما في حال الجفاف الشديد. بالنسبه للشعر يا سعيد، ترى مو بلازم ينغسل بالشامبو بشكل يومي دون حاجه، خاصة في الشتاء، وإذا غسلته لا تفرك الشامبو عليه بشكل سطحي، لكن حاول تدلك فروة الرأس بأصابعك. وحتى التنشيف بعد الاستحمام لا طريقة المفضلة، فحاول ما تفرك الفوطة بقوة لكن بلطف عشان ما تأذي الجلد وتجففه. ولا تنسى أن أفضل وقت لترطيب الجلد بعد الاستحمام مباشرة. وآخر شيء أقول لك يا سعيد نعيما، وذكرك أن المهم في الاستحمام الفعالية، مو بالمدة ولا كمية الماء. وعساكم دوم بصحة وسعادة.